علي الأحمدي علي الرئيس التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي في شركة اتصالات الإماراتية قال إن الشركة أنفقت حتى الآن 5.5 مليار درهم للاستثمار في الشبكة الأرضية إي لايف. وأضاف الأحمد أن تشبع السوق الإماراتية بالخدمات الهاتفية فتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في البيانات والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. ظل الأزمة المالية قطاع الاتصالات كان الحمد لله من أقل القطاعات تأثرا خصوصا في مرحلة البداية. الآن في معرض مثل جايتكس ونوعية الخدمات اللي تقدمها للاتصالات ما في شك دليل إن على تطور البنية التحتية للاتصالات دول الإمارات. على سبيل المثال نحن أطلقنا قبل فترة قليلة اللي هو الجيل الرابع. دول محدودة جدا بالعالم اللي تطلق هذه التقنية اللي راح ترفع سرعة الموبايل 3 أضعاف بصورة مباشرة، ومستقبلا كذلك توصل من 100 تصل إلى 1 جيجا بايت. المنفعة اللي ترد على المشترك من خلال السرعات المتفاوتة هذه كبيرة جدا، راح تغير حياة الناس. الأشياء اللي ما كانت متاحة بالسابق بالتواصل مع العالم الآن على شبكات مثل الجيل الرابع بتكون متاحة، وهذا هو سبب رئيسي إلى تصنيف الإمارات من أفضل الدول من ناحية البنية التحتية لشبكة الاتصالات. وما في شك يعني شبكات الاتصالات عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية، لأن من أول شيء اللي تقيم في أي دولة شيء أكيد اللي هي البنية التحتية للاتصالات. يعني معروف من نسبة انتشار الموبايل على سبيل المثال وحتى لأجهزة الاتصالات المختلفة في الإمارات بشكل عالي جدا، ما هو الجديد لديكم أنتم في اتصالات مثلا لتوسيع النشاط على مستوى داخل دولة الإمارات العربية بعد هذا التشبع الكبير الذي الموجود حاليا في السوق؟ ما في شك الآن احنا نتكلم أن نسبة انتشار الموبايل في دولة الإمارات تجاوزت 200%. التشبع نعم موجود، ولكن التشبع هذا في حد ذاته فرصة. إذا كان الدخل أساسا كان من السابق من المكالمات الصوتية، نحن عبر 3 سنوات نشوف المكالمات الصوتية في انخفاض في دولة مثل الإمارات. في نفس الوقت نشوف البيانات ونشوف الإنترنت في ارتفاع هائل. البنتريشن هذا والانتشار الواسع لأكثر من 200% يخلي فرصة للاتصالات كذلك أنها تقدم خدمات جديدة. على سبيل المثال حتى الخدمات اللي بتكون مرتبطة بالشبكات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك يتجاوز 2.5 مليون في دولة الإمارات فقط. هاي هي فرص جديدة للاتصالات مع جاهزية الشبكات الجديدة. أنا أتصور هذا يعني البنتريشن العالي راح يكون له عائد، وعائد مجزي إن شاء الله. هل هناك توجهات لضخ استثمارات على الجانب المحلي، وأين من الممكن أن تتجه هذه الاستثمارات؟ الجانب المحلي ما في شك نحن فخورين بشبكة الشبكة الموجودة بدولة الإمارات، فخورين الاتصالات يعني حتى في ظل الاتجاه العالمي في تقليص الاستثمار في الشبكات الأرضية، الاتصالات أنفقت ما يقارب 5.5 مليار درهم في الشبكة الأرضية على شبكة الإي لايف. هذا إيمانا منا أن نحن ما ننظر فقط للخدمات المقدمة إلى الآن، والاستثمار هو استثمار في البلد، الاستثمار في مجالات. نحن دائما يعني نتساءل ماذا بعد. الخدمات إذا قسناها على الموجودة حاليا ممكن تقول ما تكون كوست افكتيف، ولكن جاهزية الشبكة إلى هذه المرحلة أنا أتصور راح تفتح آفاق جديدة، وراح تخلي تجربة المشترك في دولة الإمارات وبالتأكيد إن شاء الله لا تقارن بأي تجربة يعني في المنطقة كلها. فهذا شيء الحمد لله بيكون مميز. هل من الممكن أن يكون المستخدم في أو المشترك في دولة الإمارات أمام خيارات جديدة فيما يتعلق بموضوع الأسعار؟ الأسعار هو تحديد الأسعار هو يحدد ما في شك بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات. في النهاية الأسعار تحسب معاييرها في أشياء كثيرة، حتى مستوى الدخل الفرد يكون جزء من الأسعار هذه، توزن دخل الدولة. وكذلك الأسعار مرتبطة بالخدمات اللي تقدم، كل ما كانت الخدمات أكثر جاذبية إلى آخره تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار.